بقول لك ايه، شافتنا وقالت لجوزها. انت عارفه عامله زي ايه؟ زي عيله عندها 17 سنه ابوها ولا اخوها شايفها ماشيه مع زميلها في الشارع، اتخضت وقعدت تعيط وبقت مرعوبه ترجع البيت ومش عارفه تعمل ايه. انا بقى بالظبط عامله كده. عارف ليه؟ عشان مش بحب اتحط في مواقف وحشه مع اولادي. يا ست ما تبقيش حساسه كده، انت ما عملتيش حاجه غلط. ايه لا طبعا بعمل حاجه غلط، ولو قلنا غير كده نبقى بنضحك على روحنا. في ايه؟ انا ست متجوزه. كنتي ودلوقتي من حقك. هو ايه اللي من حقي؟ الله، هو انا جوزي مات من سنه، ده يا دوب ما بقالوش كام يوم والكلام يدخل العقل. ده ابوهم يعني راحوا فيه. بصراحه عمري ما شفت معاه يوم وحش، لا بس موقف غريب كده ما عرفتوش غير بعد ما مات. موقف ايه؟ ما علينا، قول لي اعمل ايه عشان اطلع من المطب اللي انا موجوده فيه ده بسببك. وانا اعمل ايه يعني؟ مش فاهم. قول لي اقول ايه الايه عشان تقتنع ان مفيش حاجه بيني وبينك. طب وليه مش العكس؟ اروح لهم واطلبك منهم؟ ده انت بتهرج بجد بقى. انا اصلا قاعده معاك مرعوبه. احسن حد من تلامذتي يشوفني يتبقى فضيحه. فضيحه مره واحده؟ اقعدي بس. اقعدي ما تبقيش اوفر كده. انا مش فاهم فيها ايه؟ اتنين قاعدين مع بعض في بينهم وبين بعض شغل بيزنس، يعني طبيعي جدا اننا نتقابل ونقعد ونتكلم. يا طارق افهمني، عندي مشكله كبيره جدا مع اولادي ووجودك هيكبرها اكتر. فيها شهيره؟ انت ما كنتش بتخبي عليا حاجه، ده انت كنت بتحكي لي كل حاجه. عشان خاطر يا طارق انا مش حامل عتاب دلوقتي، قول لي اعمل ايه عشان اخلص من الورطه اللي انا فيها دي دلوقتي. اشترك في الباقات الشهرية والسنوية بإعلانات وبدون إعلانات، وما تفوتش عرض رمضان على الاشتراكات السنوية.